السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبيغ كو سافا بيان اي بيانفوني في حلقة جديدة من لاسيري اللي سمعها ما فهمتش اي سيري اللي فيها غادي ناناليزي دو فيديو بيزار دو فيديو فريمون بيزار ما انا كي شفتو ما مش فاهم شنو صار وما فهمتش غادي ناناليزي دو كوفاني ميشن دونك جو سي با جو سي با لا تريك هذا الكولا تاعي ثاني من الاخر ما فهمتش انا ثاني كش ماك فاهم تحرحت جيني بون انا كاينسان زايد في القرن 21 جا مريبيان وكان زدت بكري باسكو تخوف بلي بكري كان كلش فور ما كانتش كاينه كونيكسيونس كيف كل الناس كانوا فريمون عايشين في هذاك الوقت كانوا كاينين لي كوب افرو اي سي مانيفيك تشوف كيف زعما ما كتمشى كيما هكا برا هكا في المقام الشهير برا اي سي فري تخوف بلي في هذاك الوقت كان كاين كلش فور ويز ماي ماني The B boys in 1960, c'est magnifique. Le seul problème c'est que je pense pas blé rampe l'ours monasib et je pense pas blé rampe le mec le monasib. On dirait que l'on est jaillé dans le futur. On a ici blé les B boys. Fait que le temps qu'on a clair, qu'on a vraiment clair. Tire moi un salon en réhine. Fait que l'art passe mon blé de rampe qu'un jeune ou la chose qui m'a comme. هذا راه مسكون هذا رقوله رقوله دو عند شيخ بغبغ إيفيكاس كيتيانا راه مسحور شوفي بلوط عاد جاي للدنيا سحلو مي سون كول صاحبي اي سون فريمون كول ترجع لك لدار النواطر لفت الانتباه تاع كان سالي كانوا تما ما لو لفت الانتباه تاعي لا زعما لا دونس ايماجيني هذا نسات يولوا الدار يتلاقاو رجالاتهم خايبة امل عزيزي المشاهد انت ما دير والو نتايا ما دير والو خلعني دير كاش حاجه بريك دانسي ولا ما باليش انا قبيله كنت في العرس طايره ورجال غميتني فاشل انا فاشل راجلي فاشل البخوا ما سمعناش بيهم بزاف نورمالمون هادو يكونوا عمالقه كما شاف خالد مي ما لقيت والو عليهم حوست عليهم تلقيت هذا فيديو بر قول لي زين ما يقيموش لي طانو بكري هادي معروفه بكري انا جيت عندي اليوم عارف نرقص كيما على بال بلي انا بروديكتور كبير وما عنديش الوقت تفضل بيرسونالمون جادور بزاف صوالح كانوا كاينين بكري باغ اكزومبل هاد الغنية تاع محمد لامين يعني انا جام بيان مي جيست ليدي تاع الكليب يعني ما فهمتهاش بون لو كونسيبت تاع هاد لا فيديو سيكو كاع يولي يشوفهم على شكل هذيك المرا اللي يبغيها اوكي سي با زان بروبليم اي سي مينيو على كل حال مي لو بروبليم سيكو كي يولي يشوف الرجاله على شكل هذيك المرا كيما هذا الطبيب مسطاش قدم هاكا وانت تشوفي على شكل هذيك المراه ما جاياش كاع شريكي دوكا شي يقولوا عليه الناس برا الحاجه اللي فايتينا بها صحاب بكري ايش بونس بان نحبوها هي لا برودكسيون تاع السينما علاش ما ولناش نديروا دي فيلم كما لي فيلم اللي كان يمثل فيهم الانسبكتور طاهر بكري كنا في نفس النيفو تاع مصر وبوليوود في الانتاج السينمائي كانوا كاينين دي فيلم فريمون يشدوا الاسره الجزائريه دوكا راهم يديروا دي فيلم يشدوا الاسره الجزائريه تكون مريح مع عمك وبوك تتفرج كيما هكا من بعد يا ولد راح نرقد شو هذه؟ اسم جزائري سنوات لوز لا نروح أنا تاني تليفوني أسمع بالله الله يسهل سمعت سلام دوكا سي فري كاين دي فيلم شابين وعندهم بيجيت عملاير باش يديروه الشعب الجزائري ما يتفرجوهمش باسكو ما كاش لي سات سينما يديروا دي فيلم يتفرجوهم وحدهم يعني وحدهم في تورني شويه سي ان بو ايغويست كومون شوف 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 الفيلم اللي درناه العام اللي فات والله لا فياخذو نو اوني فريمون في شوف لي بلون اللي درتهم تاعي شوف لي بلون هاد البلون قعد فيه 2 جور بابا هو تي تو سيرباس والله لا اوني فيير درت له لي بلوتوث لا بتفرجها سي ان بون ترافاي سي ان بون فيلم سي ان بون فيلم تفرجها ووري لا فامي ولا لا لا إذا وصلنا لفات على فيديو جيسبر تكون عجبتكم مرسي بور المشاهدة عزيزي المشاهد نتلاقوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من ما فهمتش اللي غادي تكون ساعة
تعبوس لو ميتراج يجيبوا البوب كورن وصوالح صاروا في الواقع. باي باي.